قبالة سواحل قبرص المائية تنطلق مغامرة غوص جديدة، لكن بطلها هذه المرة مسن بريطاني يدعى راي وولي. يبلغ وولي من العمر 95 عاماً، ويعود مجدداً إلى البحر الذي لم يمت عشقه بداخله لممارسة رياضة الغوص التي زاولها على مدار 58 عاماً. المسن خاض غمار الحرب العالمية الثانية، ويخوض اليوم مسابقة ينافس فيها نفسه قبل عام، حين حطم رقماً قياسياً في الغوص تحت الماء مدة وصلت إلى 41 دقيقة وبعمق 38 متراً. برفقة فريق من الغواصين المساعدين يغطس وولي تحت الماء، حيث يرقد حطام سفينة الشحن زنوبيا التي غرقت قبل أكثر من 3 عقود. ويعد موقع غرق هذه السفينة التي تحمل اسم ملكة تدمر وجهة سياحية لآلاف الغواصين من قبرص والعالم. وقد نجح المسن في بلوغ موقع السفينة على عمق 40 متراً، واستطاع الصمود فترة 44 دقيقة. يقول المسن إنه سبق له وأن زار موقع حطام السفينة عام 82، لكنه سعيد بزيارته مجدداً في هذا العمر، كما تعهد بأن يحافظ على لياقته وقوته حتى العام المقبل ليحطم رقماً قياسياً آخر ويتفوق على ذاته.